على ما يبدو أن مسألة المصالحة وإعلان الإخوان عن المصالحة ونيتهم للمصالحة وأن هم مش بيرجعوا في المصالحة، واضح أن المسألة دي مستمرة معانا شوية اليومين دول بس بشكل مختلف. لأن احنا شفنا النهاردة جريدة الشروق نشرت في بداية اليوم انفراد بتتحدث فيه عن أنه في مصالحة وأنه في يعني الإخوان بيتحدثوا عن يعني عرض أو انفراد قيادات إخوانية تكشف للشروق تفاصيل عرض التهدئة مع الدولة برعاية سعودية. وفضل الخبر ده من الأخبار الأكثر قراءة طوال اليوم والناس كلها بتتكلم عنه، خاصة أنه بيجي بعد أيام من كلام إبراهيم منير يعني نائب المرشد في الجماعة عن أنه في استعدادات للمصالحة، وبعدين رجع نفى مرة تانية. شفنا الخبر ده النهاردة، ولكن بعد ما الخبر ده اتنشر شفنا برضو خبر تاني منشور بيتكلم على انه الجماعة بتنفي، او خلينا نقول بلاش اقول جماعة لان احنا زي ما كنا بنتكلم من يومين انه فكرة الجماعة دي في مطلقها وكلمة الاخوان المسلمين في المطلق دي بقت كلمة مطاطة، لانه الجماعة ما بقتش كتلة واحدة، بقت في اكتر من تيار واكتر من جناح جواها. المهم ان احنا شفنا من جناح من الاجنحة نفي وان ده ما حصلش، فشفنا بعد شوية أنه الشروق كتبت قالت بعد انفراد الشروق التهدئة وعن حديث التهدئة يفجر جدلا داخل الإخوان. خلوني أحسن أتكلم مع الأستاذ محمد الخيال وهو الصحفي بجريدة الشروق ويعني هو كمان صاحب هذا الانفراد. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور أستاذ. يا أستاذ محمد، في مصالحة أو هم بيعلنوا عن نيتهم للمصالحة ولا ما بيعلنوش عن نيتهم عن المصالحة؟ إيه الموضوع؟ يعني خلينا في البداية نأكد نفس الفكرة اللي انت اتكلمت فيها دلوقتي، انه مفيش كتلة واحدة تقدر تتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، ولا ان هناك قيادة يعني موحدة بإمكانها الحديث عن مصالحة مع الدولة من عدم، ولكن هناك تكتلات داخل جماعة الإخوان المسلمين او مجموعات محركة داخل جماعة الإخوان المسلمين، الكثير منها في الوقت الراهن يرى انه لا مفر من دخول في تهدئة، أو يعني يعني خليني أؤكد أنه من خلال حديثنا مع المصادر التي تواصلنا معها في هذا الخبر، أن هناك حساسية بالغة داخل الجماعة وداخل صفوف الجماعة من استخدام كلمة مصالحة. عايزين يستخدموا كلمة إيه؟ البعض يعني يستخدم كلمة تهدئة أو يسموها كلمة تسوية، ولكن المصالحه باتت مصطلح سيء السمعه داخل جماعه الاخوان المسلمين. التهدئه والتسويه دي يعني ايه شكل التهدئه والتسويه دي من وجهه نظرهم؟ الشروط او يعني خليني اقول لك البنود اللي هم طرحوها خلال في الخبر اللي احنا حتى طرحينه او الطرح اللي هم طرحينه وبيطلبوا عليه رعايه او ضمانات سعوديه لرعايته، انه هم يعلنوا تماما عدم ممارسه السياسه تصويتا ومشاركة، يعني مشاركة وتصويتا، حتى عدم التصويت في الاستحقاقات الانتخابية لمدة 5 سنوات، عدم القيام بأي أعمال مناهضة يعني خليني أقول لك للنظام الحالي أو للسلطة الحالية أو للحكومة، وفي المقابل تقوم الدولة بالإفراج عن أو تقوم الحكومة بالإفراج عن سجناء الجماعة و السماح للمتعرضين في الخارج او الهاربين في الخارج بالعوده الى منازلهم والعوده الى اعمالهم السابقه. تمام؟ الخطوط العريضه اللي تحدثوا عنها مع 5 سنين تجميد كامل للجماعه. طيب احنا شايفين انه بعد البنود دي كلها اللي هم شايفينها وبتصف التهدئه والتسويه، ان هم رجعوا تاني قالوا لا احنا ما بنقولش الكلام ده، ورجعوا تاني بيقولوا ما حصلش. انا ايه اللي يخليني انا كدوله يعني خليني بس خطير. اسالك طيب يا استاذ محمد، انا كدوله ايه اللي يخليني ان انا اصدق جماعة وهي طول الوقت بتطلع بالتصريح وبتطلع بعكسه في نفس الوقت ومن ساعات يعني من نفس المصدر؟ هنا بيت القصيد اليوم، يعني حتى التقرير اللي حضرتك اشرت ليه اللي تحدث عن جدل داخل الاخوان، او يعني انه الحديث عن تهدئه او مصالحه داخل الاخوان يفجر الجدل دائما. الجميع تابع بعد تصريحات ابراهيم منير نائب المرشد التي المح فيها لمصالحه او للحديث عن مصالحه او ما شابه، فانه الامر يعني اثار ضجه كبيره. اليوم ونحن نتحدث الى بعض القيادات في اطار يعني ردود الافعال على الخبر اللي نشرناه اليوم، البعض يجمع يعني بعضهم اجمع ان ما نشر صحيح تماما، وان الجميع او الغالبيه العظمى من قيادات الاخوان القيادات البارزه داخل جماعه الاخوان
ترى انه لا مفر من المصالحه ولا مفر من الدخول الجلوس على مائده طب انا المفاوضات. هنا بقى في نقطتين عايز اسالك عليهم. البعض بيقول انه ده ممكن يكون لاحساسهم بانه خلاص مش هيكونوا عندهم دعم كافي مثلا من الولايات المتحده بعد خساره هيلاري كلينتون، فبالتالي هم بيحاولوا ان هم يجسوا النبض من خلال هذه التصريحات المتناقضه. يعني دعني يعني خلينا برضو نتكلم في الاطار ده، الحديث عن انه هيلاري كلينتون او اوباما كانوا داعمين للاخوان او البيت الابيض داعم للاخوان وان ترامب لن يكون داعم للاخوان، يعني حديث يعني ارى ان فيه كثير من يعني بعيد تماما عن الواقعيه. الجميع يعلم ان امريكا دوله مؤسسات وان امريكا لا يحركها شخص رئيس، وان يعني اسهام الرئيس في الاداره الامريكيه لا يكاد يتجاوز 10 او 15%، وان الباقي هو المؤسسات الامريكيه. المساعي بس خليني اقول لك انه برضه انا من بس خلال عايز اوضح من وجهه يعني نظري، معلش معلش انا هدي حضرتك الفرصه بس عشان بس اوضح النقطه دي، لانه من خلال احاديثي انا بقى كمان مع الناس اللي هناك في واشنطن دي سي من التينك تانكس كانوا بيتحدثوا على انه ممكن يعني يكون في اداره كانت في صف جانب، ولكن ده مش معناه انه الاداره التاليه يعني اللي انا اقصده انه في حديث عن ده، ف يعني عشان بس تبقى النقطة دي ما فيهاش اختلاط، ولكن هسيب تمام. لحضرتك النقطة دي تكملها، اتفضل. بس مدى تأثير ده في القرارات اللي حاصلة داخل الإخوان، يعني في اعتقادي وما متاح لينا من معلومات من خلال التواصل مع مصادر، أن الحديث عن مساعي للتهدئة أو المصالحة أو التسوية أيا ما كان المسمى، ده بادئ من فترة طويلة، حتى طيب. من قبل الانتخابات الأمريكية بكثير. طيب خليني اسالك على حاجه تانية يا استاذ محمد في الخبر ده، وهي مهمه جدا، وهي فكره ان المصالحه دي بتتم برعايه سعوديه. يعني انا عايزه بقى توضيح للجزئيه دي لعده اسباب. اولا انه المعروف انه السعوديه مش يعني يعني لا تحب الاخوان، او يعني الاخوان مش من الفصائل يعني اللي هي هت يعني هت هت ترعى مصالحته او ترعى شروطه. ده رقم واحد. رقم اتنين انه دايما الصحافه نفسها ومن خلال الاخبار اللي بتتنشر في الصحافه انه في حديث بالرغم من التصريحات الرسميه اللي انها بتتكلم على انه في برود او في يعني علاقه خافته بين مصر وبين السعوديه. فالسعوديه هنا في الخبر ده يعني ممكن افهم موقعها؟ تمام. مبدئيا هو الحديث المنشور تحدث عن أن الطرح يريدون أن يكون برعاية وضمانة السعودية. مين اللي يريد؟ عن موقف يعني السعودية الإخوان هم اللي والإخوان. عايزين. عن موقف السعودية والإخوان، يعني الجميع يعلم أن السياسة ليس بها ثوابت، وأن السياسة دائما تقوم على المتغيرات. نرى السعودية على الرغم من إدراجها جماعة الإخوان المسلمين المصرية على قوائم المنظمات الإرهابية لديها في المملكة، فإنها في الوقت ذاته بتتعامل مع إخوان اليمن وبتتحالف معهم في معركتها في اليمن. بتتحالف مع إخوان سوريا في معركتها في سوريا، بتتحالف أو يعني هناك علاقات جيدة بينها وبين. طيب خليني بس عشان بس يعني خليني في النقطة دي، يعني هل ده معناه أنه الحديث عن السعودية في هذا الخبر تحديدا ده كلام الإخوان نفسهم مش كلام السعودية؟ لا، كلام الإخوان نفسهم، وهذا يعني مطلب إخواني. عشان مطلب الكلام إخواني. يكون دقيق، أنه مطلب إخواني وفقا لحديث القيادات اللي تواصلت معهم الشروط. طيب استاذ محمد، طيب بعد النفي اللي خرج من يعني جناح من اجنحه الاخوان، الخبر ده او فكره التهدئه او التسويه دي وصلت لفين عند الاخوان؟ انا يعني حتى الان ما تابعتش بعد البيان، هو البيان صدر اظن من ساعه او ساعتين. في المقابل يعني في المقابل البيان لن يضيف كثيرا ولن يقدم ولن يؤخر كثيرا. شاهدنا والجميع شاهد حديث نائب المرشد إبراهيم منير، عندما نائب المرشد يعني الرجل الأبرز المعلن حاليا أمام العالم من داخل جماعة الإخوان المسلمين، عندما أشار بس هو لا يمثلهم كلهم برضو، خلينا زي ما حضرتك اتفقنا. أيوة، من الأول هو يمثل الجبهة، هو يمثل الجبهة الأكبر اللي مسيطرة. خلينا نتحدث أن إبراهيم منير بحكم موقعه حاليا وهو على رأس الجبهة الأكبر التي تملك التحكم في القوام الأكبر من جماعة الإخوان المسلمين حاليا، سواء في الداخل او في الخارج، هي الجبهه التي تملك التمويل، تملك تمويل الجماعه حاليا، او في يدها مفاتيح تمويل الجماعه في الوقت الراهن. فبالتالي هو بيملك الجانب الاكبر. ابراهيم منير تحدث عن او اشار او المح للمصالحه، فيعني هاجت الدنيا ضده، فالرجل اخرج او يعني طلع توضيح
لم ينفي فيه الجانب الخاص بالمصالحه، ولكنه تراجع خطوه للوراء نتيجه للهجوم اللي حصل عليه من جانب الشباب. طيب وهنا اتفضل. وهنا هي دي الازمه، انه الكثير يعني الكثير من قيادات الاخوان اللي تحدثنا ليهم بيقولوا انه معظم قيادات الاخوان في الوقت الراهن بيتبنوا طريق المصالحه او طريق التهدئه، ولكن هناك خشيه من اعلان ذلك بسبب خوفهم يعني من غضب الشباب. هي عموما يعني نقطه حضرتك وصلت، ودينا بنتابع مع حضرتك يعني اخر التطورات. استاذ محمد خيال الصحفي بجريده الشروق ويعني صاحب هذا الانفراد اللي موجود عن حديث الاخوان بان هم تحدثوا عن تهدئه او تسويه او ما شابه، ولكن خلونا برضو نفتكر مره تانية ان احنا بنسمع التصريح وضده من نفس الأشخاص. طيب نروح بعد هذا التحقيق من التحقيق اللي كان منشور في جريدة الشروق، ونروح بعد كده برضو لموضوع تاني مهم وهو عن دونالد ترامب. ودونالد ترامب النهاردة يعني نشر فيديو بيتكلم فيه على أهم القرارات اللي هو هياخدها في أول 100 يوم بعد ما يوصل أو يدخل البيت الأبيض. في قرارات كتير جدا اتكلم عنها دونالد